أين ذهبت دعوات تجديد الخطاب الديني التي كانت يوما تتردد بقوة من بعض رجال الدين قبل غيرهم؟ ولماذا ترتفع حينا لتعود وتتراجع حينا آخر ليظل واقع الحال بعيدا عن مطلب التجديد؟ على الأزهر أن يجتهد في توجيه الخطاب الديني. الخطاب الديني في مادة الدين أو في مادة الفقه لازم يعني يبين ويوضح كيف المعايشة بين الـ يعني بين الأطياف. الخطاب الديني لسه ما زالت أحاديث وحاجات بتدرس في الأزهر يمكن أكتر من 100 سنة، وده ما ينفعش في العصر اللي احنا فيه. الخطاب الديني كان ليه نتائج في 2017، قلل من الإرهاب شوية، قلله شوية. 2018 نتمنى أنها تكون سنة كويسة لا إرهاب فيها. لكن المثقفين والكتاب الذين تحاوروا مع رجال دين برعاية الأزهر فكانت وثيقة لتجديد الخطاب قاب قوسين أو أدنى من رؤية النور والخروج إلى المجتمع. هؤلاء المثقفون يلقون باللوم في عدم نجاح المحاولة على رجال الدعوة المتزمتين. في الوضع الحالي كل مثقف أو كل شخص مختلف سيخرج من داخل المجتمع، المؤسسات العادية، المؤسسات الثقافية، المؤسسات العلمية، المؤسسات الجامعات حتى، يتحدث عن الأزهر، سيواجه بشكل حرب شعواء جدا. المثقفين شايف دورهم ان هم مش برضو ما يكتفوش بي او بالفرجة. هو صحيح يعني الحساب بيبقى عسير ما حصل لنصر حمد أبو زيد الذي أدى إلى وجوده في نفي اختياري بعد حكم تفريقه من الأزهر الذي كانوا مساند من الأزهر على فكرة. عام مضى كان الشعار في أوله تحديث الخطاب الديني، ولكنه شهد موجات من العنف طالت مساجد وكنائس وخلفت ضحايا، ما أعطى شعورا بإخفاق لدعوات هذا الإصلاح. اختلفوا في الأسباب واتفقوا على أن التجديد والإصلاح الديني لا يزال حلما وهدفا يحتاج إلى الكثير ليتحقق، وحتى ذلك الحين يبقى خطر الإرهاب يهدد أمن وسلام المجتمع ويسعى لتجنيد المزيد من الشباب. طريق علي من القاهرة، برنامج اليوم على الحرة.